السلام عليكم. بالنسبه لهذا الشيء اللي وقع، هاد التغييرات وهاد الاعفاء اللي دار سيدنا الله ينشرو، زعما هاد الشيء كيبشر بالخير، وحنا عجب لينا الحال، المواطنين كاملين الساكنه لهاد الناظور ولاد الحسيمه ولاد الريف كامل، العقبه شي مسؤولين راهم باقي كاينين، كنتمناو ان شاء الله يديروا واحد الالتفات الملك ديالنا حتى لهاد المدينه هذه، حتى هما راه فيهم المسؤولين اللي خصهم صراحه يعتزلوا من المناصب ديالهم، يخليوا الكفاءات اللي خدموا البلاد ديالنا بزاف بزاف ديال الحوايج، وحنا وراء الملك في هذا الشيء كامل، والله ينصر سيدنا، وكنتمناو له غير خير ان شاء الله. الراي ديالي بالنسبه للاعفاء ديال الوزراء يوم امس، على ان الدليل القاطع على ان الحراك انه كان ماشي من فراغ، ان الحراك هو السبب لان بين الاختلالات ديال الحسيمه، وهذا كنطالب يعني من هذا المنبر ان اطلاق السراح ديال المعتقلين اللي كانوا الدفاع ديالهم كانوا كيدافعوا على الحق، يعني من اجل هذوك المشاريع، انهم هو الدليل ديال ان الحكومه كانت فاشله في حل الملف المطلبي ديال الحراك الريف. الراي ديال الاعفاء لا، ما خصوش يعفي عليهم، الا اللي دار شي حاجه كتمس الميزانيه ديال الدوله ولا ديال الشعب خصو يتحاكم بحالو بحال المواطن العادي. اولا انا كمواطن مغربي جد فخور بهذا القرار الشجاع الذي اتخذه صاحب الجلاله بخصوص الاختلالات التي وقعت في مشروع مناره المتوسطي لاقليم الحسيمه، وكنتمنى ان شاء الله ان هذه الاعفاءات تصل ايضا حتى الى المسؤولين الاقليميين في مدينه الناظور، لان كاين مجموعه من الاوراش التي دشناها صاحب الجلاله منذ سنه 2012، مثلا القاعه المخططه اللي كاينه متواجده بمدينه ازغنغان، ومجموعه من المشاريع التي دشناها صاحب الجلاله الى يومنا هذا لم تخرج الى ارض الواقع، وهنا نطالب من صاحب الجلاله ان يتدخل ايضا حتى على المستوى الجماعات المحليه وعلى المستوى الجهات، ان يفضح لنا هؤلاء المسؤولين ويتم اقصائهم او اقالتهم من المسؤوليه او اعفائهم من المسؤوليه التي اتخذونها من اجل خدمه المواطن. هؤلاء لا يخدمون المواطنين وانما يخدمون مصالحهم الشخصيه، وهذا خير دليل على هذا، يعني هذه الاقاله التي قام بها صاحب الجلاله بخصوص هؤلاء المسؤولين من بين وزير الصحة الوردي ابن منطقة الريف، وفي حين عندما نتساءل عن مجموعة من المشاكل والاختلالات التي يتخبط فيها المستشفى الإقليمي لمدينة الناظور الحسني، هناك مجموعة من المشاكل ولم يتدخل. بالنسبة للجمعويين رسلوا أيضا الوزير رميد في الوزير الوردي في الحكومة السابقة، واللي هو أيضا كان أيضا في الحكومة الحالية، لم يتخذ اي اجابه ولم يقم لم يبادر الى حل هذه المشاكل. وهناك ايضا حتى وزير الداخليه اللي كان حصد سابقا، وحاليا وزير التعليم العالي. ونتمنى ايضا ان يفاجئ المواطنين المغاربه والشعب المغربي بقرار شجاع اخر، اصدار العفو عن المعتقلين السياسيين لحراك الريف، لانهم هؤلاء هم الذين كانوا يعني ان النعوره من هنا بدات ان تتحرك، وهؤلاء هم الذين كانوا سببا في فضح هؤلاء الخونه المسؤولين الذين تورطوا في مجموعه من المشاكل التي تخبط منها مجموعه من الاقاليم بالمغرب. وشكرا. ما شاء الله نتمنوا يتحسن هذا الوضع، يديروا شي مسؤولين في المستوى باش تطلع شويه المنطقه ديالنا. اصلا المنطقه ديالنا مهمله بزاف، ما كاين لا مستشفيات طبيه، ناظور قدو قداش ما عنده مستشفى ديال السرطان، كيمشيو يتعالجوا حتى لوجده، الحسيمه عاوتاني كيمشيو حتى لوجده ولا الفاس، ما عندنا لا اي حاجه. فيما يخص الرأي ديالي حول الأحداث والقرارات اللي اتخذها محمد السادس نصره الله، فيما يخص الوزراء الثلاثة المعفيين من مهامهم، أنا كنظن قرار صائب، إلا ما داروش خدمتهم، ونتمنى هذا الشيء غيكون يتواصل هذا الشيء باش يكون عبرة، وباش اللي عنده شي مهمة ياخذها على حسب أنه تكليف باش يخدم خدمته وتمشي الدولة للقدام ان شاء الله، حتى حنا نسيروا القطار، وكلنا امل وثقة في جلالة الملك، وتحية خالصة. في الحقيقة
ما قام به صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله أيده في تغيير بعض الأجهزة، كان واضحا أن جلالة الملك حفظه الله معتمدا على نفسه وعلى شعبه. تغيير لابد يكون تغيير باش الاقتصاد ديال البلاد ديالنا يكون في المكان تاعو، وتكون الأمور تسند إلى أهلها. وهذا الشيء اللي تيديرو سيدنا نصره الله كل الأشراف وكل سكينة المغرب من شرقها إلى غربها يعلمون علما يقينا أن جلالة الملك حفظه الله ما قام به كان واضحا. نخمينيك ملك جلالة محمد السادس نصره الله يعجبان غير حار ويعجبان غير حار سوى الطاس، وإن شاء الله المغرب هذه يعني غزات كلش ديري مليح إكس إني تو غادا نغي تقن البلبال هذا نغي تقن المشاكل اللي في معاط النغ تو تعطانا نخوى تصن حوايج تو تلي أنا نغضي في معاط النغ ضيعنا نغ. نتشكر جلالة الملك محمد السادس خمين دان غيكا. الإعفاء زي المهم ربعة الوزراء تو غي تقن التماطل ذي الأشغال ذي الإقامة للعمل المغرب، بأن المغرب بلد الحق والقانون يتعجب سجن حاشث غاز ديمقراطية كذا إلى آخره. منويات تغنترجى زي جلالة الملك هذيك تغييرها شحاز كامي، ولكن الحمد لله يوض الوقت زي يخشى زي وشى الأمر الإعفاء من المهم إن يوذن دان غيتقن التماطل ذي الاعمال المغربيه. رايي انه يقى محمد السادس يجن حاجه تصبحانت شن تتاري وغيخذ منك محمد السادس كيسيرين يا ريازن وغنغيج الملك يصبح عاش الملك، وانت تتاري سد يا اخوي الشباب اني الحسيمه الملك النخي يصبح قاكيج المسيره تصبحت ان شاء الله لا ينصر سيدنا. ونخمي يقى صاحب جان سي قانون جندي المتجندين عبد صاحب الجلاله مين يقى ماشي ذي غير كيوذاني سبحان يغيري نعم سيدي سي ضرب العمين هذه قدس معاملة الخير يا صاحب الجلالة. وأنا غنيني والسلام عليكم السحلة المغارب وعاش صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس. كنطلبوا من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله كنقولوا هذيك الوزارة كاملين خصها يتحيدوا، هذيك الوزارة كامل حتى شي واحد ما يبقى في تما حيت ما صالحينش لهاد الدولة وما صالحين للإصلاح ولا حتى شي حاجة. كان عندهم شوية ديال المشاكل في الحسيمة، هذيك صحاب الريف كان عندهم الحق صادق، كانوا شويه الاختلالات وشويه الصداع وهذه، ولكن كان عندهم الحق حيت كانوا في سميتو ما طبقوش هذه القوانين اللي قال لهم سيدنا، كاملين ضيعوا المشاريع وسمحوا في المشاريع اللي عطى لهم سيدنا في المده من بين 2013 حتى 2017.